أهلا بكم في اقتصاد السوق وإليكم أخبارنا اليوم. يعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تمويل سلسلة الرتب والرواتب يمكن أن يجري من خلال رفع فاتورة الكهرباء على المواطن، إضافة إلى خفض قيمة المعاش التقاعدي أكثر من النصف وتكليف هذا المواطن ضريبة الدخل مع تعويض نهاية الخدمة. ولكن هل يرى رئيس الحكومة أن للمواطن اللبناني قدرة مالية بعد، أو هل في جيبه ما يكفي ليومه؟ سؤال برسم دولته في وقت ما تزال الدراسات الدولية المحذرة من وضع الاقتصاد اللبناني تتوالى، وآخرها تقرير لمصرف باركليس كابيتال الذي حذر من عواقب الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني، مستندا بذلك إلى مؤشر المصرف المركزي وأعداد السواح ورخص البناء وتسليمات الإسمنت، فيما أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أن الخسارة التي تلقاها الاقتصاد من جراء الحوادث الأمنية المتكررة حتى الآن وصلت إلى 1,500,000,000 دولار. وفيما يغني كل على ليلاه في لبنان ويغرق العالم بحروبه، تتصاعد وتيرة المنافسة بين أمريكا وروسيا في بيع السلاح لا سيما لمنطقة الشرق الأوسط. وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قيمة صادرات بلاده من السلاح تجاوزت في خلال العام الحالي 14 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى لها. وتوقع خبراء المركز الروسي لتحليل التجارة العالمية للأسلحة أن تحتل روسيا المركز الثاني في صادرات الأسلحة لهذا العام، فيما ستحتل أمريكا المركز الأول بقيمة صادرات وصلت إلى 25 مليار دولار، بعد أن فقدت روسيا سوقي إيران وليبيا وأزاحتها أمريكا من سوق السعودية. أمريكا وروسيا تتنافسان على تصدير أسلحة، وبريطانيا تتوجه لاستخدام أوراق نقدية بلاستيكية لتحل محل النقود الورقية المستعملة على أراضيها منذ أكثر من 300 عام. وهذه النقلة الجذرية ستجعل جنيهات الاسترلينية مقاومة للماء وغير قابلة للتزوير، وسيجري تداولها في غضون 3 سنوات. وقد طرح مصرف إنجلترا المركزي مناقصة قيمتها 1 مليار جنيه استرليني طباعة الأوراق النقدية البلاستيكية اعتبارا من عام 2015. يذكر أن الأوراق النقدية البلاستيكية استخدمت للمرة الأولى في أستراليا عام 1988 كإجراء ضد التزوير. تراجع سعر الذهب اليوم مع تباطؤ التداول قبيل عطلات نهاية السنة، وفي لبنان سجلت الأسعار التالية: عيار 22 50 دولار و 22 سنت، عيار 21 47 دولار و 97 سنت، أما عيار 18 41 دولار و 17 سنت. وبلغت أونصة الذهب 1690 دولار و 8 سنت، كيلو الذهب 54359 دولار و 22 سنت. انعكس تحسن التوقعات بشأن اقتصاد الصين على أسعار النفط، لا سيما وأنه أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم، فارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 2 سنت ووصل إلى 108 دولارات و20 سنت للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي 17 سنت ووصل إلى 86 دولار و90 سنت للبرميل. هذا كل شيء ملتقنا غدا في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم.